واقع زراعة سنة واقع مرير، والسبب يعود لشح الأمطار. يعني سبحان الله بفضل من الله ما جاء مطر، والأمطار اللي جت متأخرة يعني، والشيء أثر خصوصا على المحاصيل البعلية مثل الشعير والحنطة. المطر اللي جت بالأخير يعني نوعا ما المحاصيل البقولية مثل العدس الكمون إلى آخره يعني نوعا ما استفادت، بس المحاصيل البقية اللي هي الشعير الحنطة إلى آخره ضرت كثير نتيجة شح الأمطار. واعتبار أغلب زراعتنا نحن هون بالمنطقة زراعة بعلية يعني تعتمد على الأمطار، على مواسم الأمطار. أما بالسقي يعني السقي إن شاء الله موسم مبشر إن شاء الله. الزراعات عولياوي باشو راس كر بشكل عام باشو، مازوت أرزامبو، مواد أرزامبو، يعني شغل زراعات قل كي باشو. باران جي هبو وهم مكاريب وعبدان بكرا هم سمادام أرزامبو، مازوت أرزامبو، بشتيفان شيكا مازوت بهابو، شتر بيجب زيت بهابو، أعطال بهابو، يعني عالم هيك شيء تجي برا ده هات نسر عدي، عردي عدي يعني وقتك باران بباش، يجي أي سال باران جنات، وآبي جيت النهي ودا حبتي نخش. شو سال عالمي آبي 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 بر مصروف كرن عدي، وجمع عدي جان جا باران تنهي، يعني سنة سديز بق ذهبير آبي نمان. يعني هيك دلي هبي شخر اف بده خدين كاج بر مصروفه متوري خراب خدين كاج صلحين تور باي وري مازوت نبا نبا قج متور خراب جرام يعني مصروف قلكي جرام والسالا يسال قلكي زحمت بويا يعني انا باران بيج لما فيدتك زبرق زاد شو هو شكا يستوي اهو والله بري من سبا ضرر زبرق باران شي بويا انا جه غرمت كاريمي سري سدي حفتي شي نبو اي شي بيجي يعني انجح بك 3 4 5 زبرق له جه انا كترابوني اذا حبيت قنم حيانا وخوي صارا كيمي صارا اج دولة دكرج باران كيم وري اف قنمي بجي اوجي تشيناب يعني باران قدنا تشيناب خلصناك واصاري بقولات الجوري باران تنجي هينكش ارزان نيسك الجوري ايسا وصاري شوني نيسك انا قلكي صاري شوني ارزان ترى كمون الجوري ام انا هنا باران تنه كمون جارد قلكي ارزان بيت كسبرا ايسا لسال كسناشيني ارزانه يعني جم تاجر ماي جم زارع ماي انا قال لك يتدرب بيت شيء حبت البركه بريد الصاله حقيقه حصد ورقه بيرو حقيقه ست ورقه يعني مزارع انا قال لك تعادل يا هاتي قولي باران تنقولي انتاج تنبو صار هي النحر كذا اسباب جبوري دركتني شيء ابي اجي من صار